السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بنتي مروى. نهار كبير هذا فاش كنهضر مع طيب قريبة. الله يطول عمرك يا بنتي. عندي بزاف ما يتقالوا، بغيت أول حاجة عافاك الله يرحم ليك الوالدين دعنا، حتاش أنا محتاجة لواحد الدعوة تكون مستجابة. يا ربي يا بنتي الله يصوب لك من عنده يا كريم بإذنك. ولكن ممكن عافاك الله يرحم ليك الوالدين بيت النمرة ديالك. واخا بنتي واخا تفضلي قلنا مدى الموضوع ديالك ان شاء الله نستافدوا منه. عفاك عدي انا ما يتقال بزاف ولكن ما نقدرش نقول هذا الشيء على الهواء مباشره، وبغيت نقول غير الله يرحم والديك الا كان شي زوج صالح كان في الاستماع. اياها بنتي باذن الله. شكرا لك مروه. واخا ان شاء الله تعالى ما ديرا بعد ما كنلقى صعوبة باش نتواصل مع الناس كاملين في وقت واحد، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكثير من بناتنا ربما مشكلتهن انه البحث عن الزوج عن النصف الاخر. فهذا سنتين منذ جائحة الكورونا يبدو بان الوضعية الاجتماعية في الزواج والاعراس شبه متوقفة الا القليل. فسنتان مرت عجاف الا القليل اللي تزوجوا، النسبة ديال الزواج كانت قليلة، وللاسف نسبة الطلاق كثيرة وكثيرة جدا في جائحة الكورونا بسبب القلق وسبب انقباض النفس والتوتر والاضطرابات النفسية، فكانت نسبة الطلاق في المحاكم المغربية مرتفعة، بخلاف العقود الزواج كانت محدودة ضئيلة جدا. طبعا السبب هو جائحة الكورونا، وفوق هذا السبب هناك رب الأسباب هو الذي يقدر الأشياء وهو يبسط ويقبض. الله تعالى اسمه الباسط القابض. احيانا يبسط الرزق، كتلقى الخير موجود، كتلقى الحمد لله الوضعيه سليمه. كنسمعوا الناس تاع السبعينات والثمانينات كيتسموا الجيل السعيد والزمن الجميل، السبعينات والثمانينات لا فعلا فتره كانت فيها الحمد لله الامطار في ابانها، الموسم الفلاحي كان الحمد لله خصب، والحياه العامه كان يطبعها الايمان وشيء من الحريه النقيه، وكانوا الناس عندهم كيعيشوا حياة المتعة، فكيتسمى الزمن الجميل. هذا الله يبسط وأحيانا الله يقبض. معنى يقبض أنه كيقبض الخير دياله، كيزير كيضيق على الخلق. وأين هو الخير؟ هل في البسط أم في القبض؟ يقول لك العلماء ما عرفتي عند من، واش داك اللي عنده الخير مضفق ولا داك اللي عنده الخير ضيق عليه؟ لعل ذاك اللي عنده الانقباض يشعر بالضعف ويشعر بالانكسار ويتدلل إلى مولاه ويقول يا رب اغفر لي وارحمني وارزقني، فيكون كثير الذكر لله. وقد يكون الذي عنده الانبساط ربما يغفل وقد يطغى، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد يكون العكس، ذاك اللي عنده الخير كثير وعنده الغنى الكثير قد يشكر المولى على ما أعطاه ووسع له فيكون من الشاكرين، وذاك اللي عنده الانقباض يصير حزينا كئيبا ومتمردا ورافضا ويكون عند الخسران مرتين والعياذ بالله. فكل شيء من عند الله تعالى. بنتي مروى الله يكمل لك الرجاء، احسن طريقه للعثور على الزوج المناسب حتى في ظل الازمه ديال الكورونا والازمه الاقتصاديه والاجتماعيه، احسن طريقه هي ان الفتاه تستيقظ في جوف الليل على الساعة الثانية أو الثالثة ليلا والناس نائمين، وتتوضأ بخشوع وتصلي لله ركعتين وتقول طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وتطلب من الله تعالى أن يختار لها الزوج المناسب الذي يسعدها ويفرح قلبها ويكون زوجا إلى لقاء الله مع الذرية الطيبة. لماذا؟ لأن الله تعالى في هذا الوقت يتنزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. تصوروا كل ليلة الله الرحيم، الله اللطيف، الله الجواد، الله المحب للعباد.
كل ليلة يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل، ويظل ربنا عز وجل ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ العقلاء دائما يستغلون فترة الليل العميق فيستيقظون ويتوضؤون ويصلون ركعتين خاشعتين، ومنهم من يظل واقفا في الصلاة. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يظل قائما حتى تتفطر قدمه، وأمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، ألا تستريح وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يرد عليها بقوله: ألا أكون عبدا شكورا؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ قيام الليل ليس فقط أصحاب الحاجات، قيام الليل هو في الأصل يقوم إليه الشاكرون، وقد قضى الله لهم أعز ما يملكون فيقومون للشكر، يشكرون الله. ربنا أعطانا النعم، أول نعمة أعطانا الله تعالى وأكرم نعمة هي نعمة الإيمان، هذه رقم واحد. ثم بعدها أعطانا الله نعمة الصحة والعافية، ثم بعد ذلك أعطانا الله تعالى النعمة ديال الوالدين والأولاد والزوجة والعائلة والأصهار، هؤلاء محيطين بك. ثم أعطانا الله تعالى نعمة المال ننفق منه على حسب الحاجة، ثم أعطانا نعم أخرى لا تعد ولا تحصى، فنشكر الله تعالى على ذلك. ومن يحتاج إلى أي نعمة لم يتوصل بها أو أن الله تعالى ابتلاه بمنعها عنه، فإنه يطرق باب الرجاء بالليل ويعطيه، خصوصا الفتيات الراغبات في الزواج. أحسن طريقة تقول: يا رب اختر لي من عندك فإني لا أحسن الاختيار، يا رب دبر لي شؤوني من عندك فإني لا أحسن التدبير، يا رب اختر لي رفيق حياتي ومؤنس وحشتي ويكون أبا لأولادي، واجعله يا رب مؤمنا طيعا، واجعله ميسرا، واجعله جميلا في خلقته، واجعله كذا، صفة كل كتمنى. الله تعالى سميع مجيب. حتى إذا كان عندك موانع، هناك فتيات عندهن موانع للزواج، قد يكون المانع ربما عندها عين قوية للحاسدين، ربما عندها مس عاشق يمنعها، ربما عندها سحر تخطته وقد يكون مشموما أو مرشوشا أو غيره فيؤثر عليها سلبا، وقد يكون السبب أنها ربما ليست جميلة فربنا يضفي عليها الجمال ويضفي عليها الجلال، أو قد تكون ربما مستواها المعيشي ضعيف والناس يرغبون في المال، فالله تعالى يضفي عليها القبول ويضفي عليها الجلال، لأن هناك فقراء وناس صورتهم ربما ضعيفة، الله تعالى يلقي عليهم الجلال والجمال، كما وقع لسيدنا موسى. سيدنا موسى كان أسمر اللون أجعن الشعر، وربنا قال له: وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني. فكان سيدنا موسى محبوبا عند كل من يراه، ولكن ليس كمحبة يوسف. يوسف من رآه يعشقه، لكن موسى من يراه يقف أمامه بالإجلال، أعطاه الله محبة الإجلال، يحترمه ويقدره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمال والجلال. وهكذا كل من طلب من الله تعالى نصيبا من ذلك فإن الله يعطيك. هذه الأمور لا تباع في المستشفيات ولا في الصيدليات ولا في الأسواق الكبرى، إنها هبة من عند الله، والمانح هو الله، ووقت توزيع المنح والهدايا هو جوف الليل والناس نيام، يسمى وقت الغفلة. فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا فيها أوفر النصيب، وأن نكون من عباده ومن أصفيائه. اللهم أمين يا رب يا كريم.